بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 50 بعد 100. الحمد لله على فضله وإحسانه، والصلاة والسلام على خير خلقه وخاتم رسله وأنبيائه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وبعد. يشبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله علماء الكلام في تحكيم قواعدهم العقلية ونبذهم النصوص الشرعية بالمنافقين الذين يتحاكمون إلى الطاغوت ويعرضون عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويزعمون أن ما يحكم به الطاغوت خير مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم إنما فعلوا ذلك بقصد الإحسان إلى الناس والتوفيق بين الشرع ونظام الطاغوت. فيقول رحمه الله: فإن هؤلاء، يعني المتكلمين، إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول، والدعاء إلى الرسول بعد وفاته والدعاء إلى سنته، أعرضوا عن ذلك وهم يقولون: إنا قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريقة التي سلكناها، وقصدنا التوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية. وأقول: سبحان الله، ومثل هؤلاء في وقتنا الحاضر الذين يحكمون القوانين الوضعية ويتركون الشريعة الربانية التي فيها صلاح البشر، ويقولون: نريد مسايرة الوقت والتطور، مع ادعائهم الإسلام والإيمان بالقرآن. هكذا لكل قوم وارث. ثم يبين رحمه الله مصدر قواعد المتكلمين التي اتخذوها تشريعا يقدمونه على النصوص، فيقول: ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل، إنما تلقوا أكثرها عن طاغوت من طواغيت المشركين أو الصابئين أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم، مثل فلان وفلان، أو عمن قال كقولهم لتشابه قلوبهم. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ولازم هذه المقالة أن لا يكون الكتاب هدى للناس، ولا شفاء لما في الصدور، ولا نورا ولا مردا عند التنازع، لأننا نعلم بالاضطرار أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون إنه الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة، لا نصا ولا ظاهرا، وإنما غاية المتحذلق أن يستنتج هذا من قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا. وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماوات ونحو ذلك بقوله: هل تعلم له سميا، لقد أبعد النجعة، وهو إما ملغز أو مدلس لم يخاطبهم بلسان عربي مبين. ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم في أصل دينهم، لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد، وإنما الرسالة زادتهم عما وضلالة. يا سبحان الله، كيف لم يقل الرسول يوما من الدهر ولا أحد من السلف سلف الأمة: هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه، ولكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم، واعتقدوا كذا وكذا فإنه الحق، وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره، أو انظروا فيها فما وافق قياس عقولكم فاقبلوه، وما لا فتوقفوا فيه أو انفوه. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أمته ستفترق على 73 فرقة، فقد علم ما سيكون، ثم قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله. وروي عنه أنه قال في صفة الفرقة الناجية: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي.
فهلا قال من تمسك بالقرآن أو بدلالة القرآن أو بمفهوم القرآن أو بظاهر القرآن في باب الاعتقادات فهو ضال؟ وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة في هذه المقالة، وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين. ثم أصل هذه المقالة، مقالة التعطيل للصفات، إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وظلال الصابئين، فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام، أعني أن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش حقيقة، وأن معنى استوى بمعنى استولى ونحو ذلك هو الجعد ابن درهم، وأخذها عن الجهم ابن صفوان وأظهرها، فنسبت مقالة الجهمية إليه. وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان ابن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيد ابن العصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الجعد بن درهم هذا فيما قيل من أهل حران، وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة، بقايا أهل دين نمرود والكنعانيين الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم. ونمرود هذا هو ملك الصابئة الكلدانيين المشركين، كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس، وفرعون ملك مصر، والنجاشي ملك الحبشة، وطليموس ملك اليونان، وقيصر ملك الروم، فهو اسم جنس لا اسم علم. فكانت الصابئة إلا قليلا منهم الذاك على الشرك، وعلماؤهم هم الفلاسفة. وإن كان الصابئ قد لا يكون مشركا بل مؤمنا بالله واليوم الآخر، كما قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن كثيرا منهم أو أكثرهم كانوا كفارا أو مشركين، كما أن كثيرا من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا كفارا أو مشركين. فأولئك الصابئون الذين كانوا إذ ذاك كفارا أو مشركين، وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل. ومذهب النفاة من هؤلاء في باب الرب أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهما، وهم الذين بعث فيهم أو بعث إليهم إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم. فكيف يكون الجعد قد أخذ من الصابئة الفلاسفة وكذلك فيكون الجعد قد أخذ عن الصابئة الفلاسفة وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته، وأخذها الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره لما ناظر السمنية بعض الفلاسفة، وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات. فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالين. والفلاسفة الضالون هم إما من الصابئين وإما من المشركين. وبهذا انتهت هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والحمد لله رب العالمين.